ما معنى استراتيجيات التعلم الحديث؟ هي كلمة استراتيجية هي كلمة يونانية، في الأصل كان بياخدوها القادة الكبار بتوع الجيش، لأن هي معناها خطة أو خطط، لكن حاليا دخلت في التدريس وبقت اللي هي الخطة الشاملة المحكمة بالنسبة للتدريس. ولو اتكلمنا عليها إن الاستراتيجية كأنها حاجة كبيرة داخلها اللي هي طرق التدريس، تشمل طرق التدريس، وطرق التدريس بداخلها أساليب التدريس، يبقى مين الأشمل وأعم؟ اللي هي الاستراتيجية هي الأكبر، هي الأعم، هي الأشمل، لأن هي الخطة الشاملة المحكمة. بعد كده الطرق، ويجي بعد كده الأساليب.